السلام عليكم اصدقائي صديقاتي، لاباس عليكم بخير، كي درتو؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، الناس القدام مرحبا بكم، الناس الجداد كذلك مرحبا. الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالي، ما تنساونيوش بلايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. كما قريتو في العنوان، الفيديو اللي جيت لكم به اليوم هو التخلص من الرؤوس السوداء اللي تيكونوا عندنا في الوجه. هذا السؤال صراحه طرح عليا بزاف 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 ديال في لي كومونتير ديال لي فيديو، ولا حتى في لي لايف اللي كندير. الاغلبيه ديال الناس يقولنا شي برودوي من الباغا اللي كيكون تيحيد لي بوين نوار. اللي بغيت نقول لكم هو انه لحد الساعه صراحه باقي ما كايناش شي حاجه اللي 100% ولا خاصه لي بوين نوار، يعني اللي تكون كتحيد غير لي بوين نوار في الباغا. لحد الساعه باقي ما باين حتى شي برودوي. ف داكشي باش قررت اليوم انني ندير معكم الطريقه اللي موالفه انا كنستعملها، يعني باش كنحيد لي بوين نوار، واللي صراحه النتيجه ديالها زوينه بزاف وما غاليهش، وحتى يعني المكون ديالها مكون اللي كما قريتو في العنوان اللي موجود في اي دار. ما يمكنش تلقى شي دار دابا اللي ما فيهاش هذا المكون، وهذا المكون بيان سور هو بيضه. اييه بيضه غادي تهناو نهائيا من لي بوين نوار. خليكم معايا في الفيديو ونوريكم الطريقه كيفاش. اول حاجه غنحتاجوها هي غادي تاخذوا بحال هكا شي بول. انا هذا دايره فيه الماء سخون والخزامه، ثم الى شفتوا الدخان بحال هكا كيخرج، باش انكم تسهلوا الطريقه ديال لي بوين نوار يطلعوا ولا يتحيدوا دغيا. فيا اما غادي ديروا هذا بحال هكا على وجهكم وغديروا شي فوطه باش كيتحلوا المسام، باش كيتحلوا دوك المسام وكيسهل على لي بوين نوار يخرجوا. سينو غادي تاخذوا شي فوطه اللي هي صغيره غادي ديروها بحال هكا في داك الماء والخزامه اللي نتوما دايرين. فوالا ولا هكا كتخليوها سخونه، ماشي عاوتاني سخونه لدرجه انها تحرقكم، يعني في القياس، يعني تكون ديك السخونيه ديالها في القياس. هادي سخونه بزاف اوه. وغادي تحطوها على البلاصه اللي عندكم نتوما فيها لي بوين نوار بالزيت، بحال انا تيكونوا عندي في هذه البلاصه هذه بزاف، فغادي تحطوها هنايا وغادي تبقاو يعني المده ديال واحد 3 حتى 5 ديال الدقائق. هنا بيان سور من بعد ما درت الفوطه كما قلت لكم سخونه من بعد 5 ديال الدقائق تقريبا، غادي نشفو وجهنا مزيان. هنا غادي نشفو مزيان من داك الماء بيان سور اللي غيبقى لاصق فيه. وغادي ناخذو البيضه، مي بيان سور البيضه ما غنحتاجوهاش كامله، غادي نعزلو الصفر على البيض. انا ديجا هنا عزلتو، فوالا فوالا انا ديجا هكا عزلتو. فغادي تشدو غير البيض ديال البيض بوحدو، غادي ديروه فشي بانسو وغادي دهنو على وجهكم كامل، سينو غير على البلاصه اللي عندكم فيها لي بوين نوار نتوما ولي بغيتو، حيت هادي ما غتحيدش غير لي بوين نوار، غير البنات كتحيد دوك الزغيبات الرقاق اللي تيكونوا في الوجه كتحيدهم. يعني كيبقى اختيار عندك انك يا اما ديريه الوجه كامل يا اما ديري غير البلاصه اللي انت بغيتي. فانا غادي نحطو صراحه على وجهي كامل فوالا. غنديرو كوش الاولى غير ديال البيض ديال البيض. قبل ما تنشف غادي ناخذو كلينكس فوالا هكا بي كلينكس، غتقطعو وغتبقاو تلصقوه على يعني كل جهه بوحدها. فهو مع داك البيض ديال البيض غادي يزيد يلصق اكثر. انا الشكل بيان سور ما غيكونش ماشي هو هذاك، مي المهم تقبلوني. هنا غادي نستمر هكا بيان سور حتى غادي نغطيو الوجه كله هكا. من بعد ما لصقنا كلينكس على الوجه كامل غادي ناخذو البيض مره اخرى وغادي نعاودو كوش اخرى من فوق كلينكس فوالا.
يعني حتى نحسو به فزق مزيان. نركزو بزاف على دوك البلايص اللي حنا بغيناهم اللي ديجا تيكون فيهم لي بوان نوار بزاف. فوالا سي بون. دابا غادي نكونو كملنا شو هضرتي كي ولات. المهم نتلاقاو غنتسناوه دابا حتى غادي نشوف وغادي نحيدوه. اللي بغيت نقول لكم البنات هو انه البيض ديال الويد راه عنده فوائد كثيره. هو فيه لي بروتيين يعني اللي كيخصو الوجه كيرطب، حتى الا كانوا دوك لي غيد اللي تيكونوا في البشره لا في الكونتور زو لا دوك لي غيد اللي تيكونوا تيبداو هنايا، هو تيعاون انهم تيعمر دوك البلايص ما كيبقاوش دوك لي غيد باينين. وبيان سور ماشي في استعمال واحد ولا جوج، لا 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 يعني الاستعمال الدائم ماشي بهذه الطريقه. راه ممكن انكم تاخذوا غير شويه ديال البيض ديال البيضه البنات وديروه في داك الشتاء ولا باش كتغسلوا وجهكم وتغسلوا به وجهكم مزيان وتشللوا وتخليوه، يعني ما تمسحوا ما حتى شي حاجه. فريمون راه رائع البشره، فيه يعني دي بروتيين اللي هما زوينين بزاف اللي كينفعوا البشره. فيه الكولاجين، والكولاجين بيان سور راه ديجا عاودت لكم على المنافع ديالو كاملين. يعني صراحه البيض ديال البيض ابار على انه كيحيد لي بانوا، عنده فوائد كثيره وكثيره بزاف. فيعني من الاحسن انه نخليوه في الاستعمالات ديالنا اليوميه، ملي اللي بنادم من قبل ما ينعس ياخذ شويه يديرو على وجهه يشلل ويبات، والصباح ان شاء الله يعاود يغسل وجهه عادي بلوجي اللي كيستعمل. المهم نتلاقاو منين نشوف هادشي. كوكو، انا رجعت من بعد ما نشف صراحه. هو صراحه كينشف وانتم كتحسوا بالوجه ديالكم من تحت انه فريمون كيتجبد. فالمهم غادي نحيدوه بشويه لانه بصح كيكون تيضر بزاف، لانه كما قلت لكم حتى دوك الزغيبات الرقاق اللي تيكونوا في الوجه كيحيدهم. ف المهم نحاولوا نطو من هنايا. ما عرفتش واش غادي يبان لكم ولا لا، صراحه من هنايا راهم باينين هذوك لي بوان نوار صغيرين ودوك الزغيبات الرقاق مع بيض، صراحه محال ما يقدرش يبان. مي فريمون هذه خاصكم تجربوها يا البنات، ضروري تجربوها لانه بصح وصفه رائعه جدا، وغادي تلاحظوا الفرق في البشره ديالكم. عرفتي انفو غادي تحيدو غادي تحسوا بالفرق في البشره ديالكم والله العظيم. يعني فريمون كتحسوا بالبشره ديالكم انها ولات مشدوده. ونزيدكم باللي راه هاد البيض ديال البيض كيعاون بزاف على حسب حتى الناس اللي عندهم المسام، كيسد هذوك المسام كما قلت لكم انه كيساعد. يعني انك تستعمليه كل نهار، حتى الناس اللي عندهم دوك المسام عرض بزاف كيعاون انهم كيبدا كيسدهم لهم شويه بشويه. بيان سور من ورا ما تكملوا هادشي كامل غادي تاخذوا الثلج وغادي تدوزوا على وجهكم. وما غتحتاجوا لا تغسلوا وجهكم لا حتى شي حاجه، غادي تخليوه في الوجه واحد ساعتين ولا من بعد الا بغيتوا تغسلوا غسلوا. فبيان سور كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوها. وخليو ليا في لي كومونتير بيان سور كي جاتكم وجربتوها، واش لقيتوا صار النتيجه اللي بصح اللي بغيتوا ولا لا. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم ان شاء الله. الى الملتقى في فيديو جديد، ما تنساونيش بيان سور بلي لايك ديالكم. الناس اللي اول مره كيشوفوني ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وبيان سور تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطو عندي في القناه. نخليكم على خير وتهلاو في راسكم. الى الملتقى.